رمضانكم صحي برعاية دائرة الصحة أبوظبي. حياكم الله مشاهدينا، والله يتقبل منكم صالح الأعمال إن شاء الله. مشكلة ثبات الوزن تواجه الكثير من الناس اللي يبون ينزلون أوزانهم ويالسين يتبعون نظام غذائي معين ويثبت فيها الوزن ويستقر حتى لو يستمر الشخص على الرجيم اللي يتبعه، وغالبا ما تكون هناك ردة فعل سيئة من الجسم نتيجة لخطأ في الدايت، وهاي الحالة غالبا ما تسبب الاكتئاب والصدمة لصاحبها، فلا يستطيع الجسم التخلص من المزيد من الوزن وبالأخص في شهر رمضان، لأن الكل يتوقع أن أثناء الصيام تقل كمية السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، فيتوقع أن وزنه بينزل وهو في الحقيقة ثابت. من أسباب ثبات الوزن أن الجسم عند التعرض للجوع الشديد مع نقص المخزون يبقى على ما لديه ولا يحرقه بسرعة، وهناك أسباب أخرى، فمثلا يوم ما نسوي أي مجهود أو أي حركة لحرق الدهون فإن الجسم يبقى كما هو عليه، بل ويلجأ لتخزين الطاقة على هيئة الدهون، يعني ممكن يزيد الوزن حتى. وللتغلب على ثبات الوزن في رمضان، أولا أنت تحتاج إلى إرادة فولاذية لتحقيق الوزن المثالي وخداع الجسم، وذلك بتغيير نظام التمارين الرياضية، لأن من الممكن أن يكون الجسم اعتاد عليها ولم يعد يتفاعل معها مثل السابق، لذلك ينصح باختيار برامج تمارين رياضية هوائية أو حمل الأثقال مع زيادة فترة ممارسة التمارين من 15 إلى 30 دقيقة لحرق المزيد من الدهون، أو كما أفضلها دائما وأقولها لكل شخص يسألني عن هالمشكلة، أن ينوع في الرياضات عن طريق الخلط ما بين تمارين الحديد وتمارين المقاومة والكارديو واللي هي تمارين القلبية، وتغيير محتوى النظام الغذائي وتناول المزيد من الخضروات والفواكه ليحصل الجسم على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف اللازمة، وتقل الرغبة بتناول وجبات مرتفعة السعرات الحرارية. وبنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصحة الجسد والروح، نقولكم صياما مقبولا وذنبا مغفورا. رمضانكم صحي برعاية دائرة الصحة أبوظبي.